بسبوسة بالقشطة لمريض السكر لكيتو دايت. نطحن 3 كوب ونص جوز الهند، زبدة بحارة الغرفة 100 جرام، بيض عدد 4، معلقة صغيرة بكربونات الصودا والتحلية ستيفيا أو أي نوع اختياري. نبشر البرتقال، بشر برتقال أو ليمون أو أي نكهة بتحبوها أو فانيليا. نوزعهم على 2، بنشغل الفرن مسبقا 180 درجة مئوية، ولازم احنا نرقبها، نتركهم حتى يبردوا تماما. نعمل القشطة 50 جرام جيلاتين بقري، بنوضع نص كوب ماء ساخن وبنذوبهم جيد. نوضع بديل السكر ستيفيا أو أي نوع اختياري، نوضع قليل من الفانيلا، نوضع كريمة جوز الهند أو كريمة تبعت الخفق أو حليب أي نوع هو اختياري، بنحركهم كويس، المهم يكونوا 3 كوب، نسكبهم نوضعهم بالثلاجة حتى يتماسك. بعد ما يتماسكوا بنوضع الطبقة الأخرانية وهيك بكونوا جاهزين. ممكن نعمل بديل العسل، نوضع 100 جرام زبدة نخليها تكرمل، ممكن نوضع بديل السكر على حرارة منخفضة وهيك بنسكبهم وبنزينهم. عندي تقريبا 1000 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. في أمان الله.